بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا اليوم، يوم الخميس ليلة الجمعة، ونأخذ الكتب المقررة في هذا اليوم وفي هذا المساء، وهي الكتب الثلاثة: شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وشرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وشرح متون طالب العلم للشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي حفظه الله. نبتدئ مع الكتاب الأول، أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا حق وصدق، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يتكلم بصوت وحرف، يكلم من يشاء متى شاء كيف ما شاء. وقد كلم الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده، نبي من أنبيائه، موسى عليه الصلاة والسلام: ولقد لقب موسى بكليم الله. قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله تبارك وتعالى تكليما عندما عرج به إلى الملكوت العلى، ففرض الله سبحانه وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، الحديث في ذلك مشهورا. فتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى إلى أن وصلت 5 صلوات في اليوم والليلة. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله مباشرة وكلمه كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى. إذن ربنا تبارك وتعالى من صفاته العظيمة أنه يتكلم بصوت وحرف على الحقيقة. قوله رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، أي لا يجبن ولا يتردد ولا يماطل ولا يلف ويدور في هذا الموضوع، إنما هو الموضوع واضح، القرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت وحرف على الحقيقة من غير تحريف ومن غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل، نمر هذا الصفة على حقيقتها. قال رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، أي أن الله سبحانه وتعالى كلامه ليس منفصل عنه، هو كلامه، والله سبحانه من صفاته أنه يتكلم. قال: وليس منه شيء مخلوق، أي كلام الله كله من الفاتحة إلى الناس هو كلام الله بصوره و آياته وكلماته وحروفه. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني من قال بهذا الكلام إياك وأن تناظرهم، لأنهم هؤلاء ضالون مضلون، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم وعلى رأسهم المعتزلة. ثم قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. لا خلاف بين هؤلاء، من قال صراحة أو تلميحا أو ترددا
فهو كالمعتزلة في هذا الضلال. قال رحمه الله: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، كما أكد الإمام أحمد في بداية كلامه ختم أيضا به. في الأولى قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. في الأخير قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وتكرار الشيء يدل على تأكيده وأنه الحق المبين. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم: نزل القرآن الكريم على 7 أحرف، المراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقلنا أن هناك فرق ضالة مضلة، على رأسها المعتزلة، هم من قالوا بهذا الكلام. والعياذ بالله. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في جنات النعيم، وهذا النظر للمؤمنين الموحدين في جنات النعيم، سواء أهل الفردوس الأعلى أو جنات عدن أو جنات النعيم. هذه الجنات الكثيرة المتنوعة أهلها ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بأعينهم، لأن الله تبارك وتعالى منع الناس النظر في الدنيا. لماذا؟ لأن خلقهم لا يطيق ذلك. خلقنا كبشر نحن الآن لا نطيق النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن خلقك ضعيف. لكن يوم القيامة يخلق الله سبحانه وتعالى الناس خلقا آخر. قال سبحانه وتعالى: فبصرك اليوم حديد. وقال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النظر إلى وجه الله في الدنيا ممنوعة، في جنات النعيم نعم المؤمنون ينظرون إلى الله بأبصارهم. وقوله رحمه الله: والإيمان، أي يجب الإيمان والتصديق بهذا الأمر، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن رؤية الله سبحانه يوم القيامة في أرض المحشر. أما في أرض المحشر فيوم يكشف عن ساق فيسجدون لله سبحانه وتعالى، وأما في جنات النعيم ينظرون إلى وجه الله الكريم. والأمر في ذلك بالنسبة لأهل السنة والجماعة أمر محسوم للأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، القول طبعا في قول لعائشة أيضا: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب. فجمعوا بين هذا وهذا العلماء، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة المعراج ولم يرى الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت رب؟ قال: نور أن أرى.
لكن سمع كلام الله وتكلم معه. فحال النبي صلى الله عليه وسلم كحال النبي موسى لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما منع عن النبي موسى عليه الصلاة والسلام، منع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق البشرية بما فيهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين لن يستطيعوا ينظرون إلى الله بأعينهم في هذه الدنيا، بل ربنا تبارك وتعالى قال موسى وأمره أن ينظر إلى ذاك الجبل، فتجلى ربنا تبارك وتعالى وأرسل نورا يسيرا من نور حجابه على ذاك الجبل، فانهد هذا الجبل وأصبح رمادا، فخر موسى صعقا. فإذا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الدنيا لم يراه أحد، لا أنبياء ولا مرسلين ولا صديقين ولا شهداء ولا صالحين، إنما هناك مفاجأة عظمى لهم في الجنان ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. لكن السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله؟ نعم كلمه مباشرة، والحديث في ذلك مشهور. موسى هل هو كلم الله؟ نعم كلمه مباشرة. طيب، فجمع الله سبحانه وتعالى النبيين الكريمين، نبينا عليه الصلاة والسلام ونبي موسى عليه الصلاة والسلام، أنهما كلاهما سمع كلام الله، بل زاد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنزل كلامه القرآن الكريم كله في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ، إلى آخر من الآيات الكثيرة. طيب، فبالتالي رؤية الله سبحانه وتعالى لم يره أحد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وفي الجنة يرونه إن شاء الله. طبعا الإمام أحمد كونه يعني هو إمام لأئمة الحديث، يحفظ أكثر من 750,000 حديث، أكثر من 500,000، فهو يقول وقوله المشهور، قال فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قال نحن مختصين في الحديث ونعلم ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وطبعا قلت أن عائشة قالت قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أخرجه مسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى الرؤية القلبية يطلقون عليها بعض العلماء، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك في المنام. في الحديث الحسن قال أتاني ربي البارحة في أحسن صورة، أي في المنام. طيب، وكلمه قال فيما يختصم فيه الملأ الأعلى إلى آخره. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله من شرح أصول السنة
الإمام أحمد رحمه الله، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.